أنا في مصيبة سودة حطت على دماغي من أول ما وصلت. مصيبة سودة؟ لا ده بيننا هنشتغل. قول قول. السفارة في الإمارة. نعم. السفارة في الإمارة والسفير في الأسانسير. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. أنتوا فاكرين استطلت؟ بقول لكم السفارة في الإمارة ولازق في شقتي. سفارة إيه؟ إسرائيل. إيه؟ إسرائيل. أنت ساكن جنب سفارة إسرائيل؟ وقادر تنطقها بلسانك؟ قادر تطلعها؟ إيه يا مصطفى ده ناقصك؟